النهارده انا عايزه اعمل لكم كفته بطريقه شامي، طريقه لذيذه وسهله قوي. هعمل لكم كفته صينيه، تعالوا نشوف مقاديرنا ايه ونبتدي فيها على طول مع بعض. اول حاجه انا عندي طبعا لحمه مفرومه، عندي نص كوبايه بقدونس مفروم، تلت كوبايه دقيق، معلقتين صغيرين نعناع ناشف، معلقتين صغيرين سبع بهارات، اتنين فص ثوم مفروم، اربع فصوص ثوم شرايح رفيعه، بصله شرايح، بضايه، ملح، فلفل اسود، ربع كوبايه زيت زيتون، معلقه كبيره صلصه طماطم، اتنين علبه طماطم معلبه، عود قرفه، واتنين سمبر طماطم شرايح. طيب الكفته دي سهله وسريعه جدا. اللي هنعمله دلوقتي مع بعض ان احنا هنخلط اللحمه المفرومه مع البهارات كلها وهنحمرها، وبعدين هنحطها في صينيه وفوقيها طبقات البصل والطماطم والثوم والقرفه. تعالوا نبتدي مع بعض فيها على طول ونخلط الاول اللحمه. طبعا انا عشان وقت البرنامج كنت عامله شويه من قبل البرنامج، بس دلوقتي هعمل معاكم اتنين تلاته كده نحمرهم مع بعض، نخلطهم ونحمرهم مع بعض. هحط اللحمه وهحط عليها كل التتبيله اللي عندي، النعناع، البصل المفروم، البضايه، بس انا هستعمل نص دي بس لان الكميه صغيره، برضو نفس القصه في الدقيق، بهارات، الثوم المفروم، معلقه صلصه، وشوية من البقدونس المفروم. هخلط كل ده مع بعض كويس قوي، وبعدين هسبق يعني هعملهم على شكل الباتيه أو شكل البرجر الرفيع، ونحمرهم مع بعض في الزيت قبل ما هنحطهم في الصينية. طبعا هحط كمان ملح وفلفل، نسيت احط ملح وفلفل، وهخلط كله مع بعضه. تعالوا بقى نشكلها. هعملها الاول على شكل كور، هعملها بايدي عشان انا مش عايزاها تلزق في الجوانتي، باين اغسل ايدي بقى. هعملها على شكل كور كبيرة شوية، وبعدين هبتدي ابططها لحد ما اوصل للحجم اللي يعجبني. تعالوا بقى نحمرها مع بعض. في شوية كمان انا كنت عاملاهم من شوية، نحمرهم برضو. دايما قربوا ايديكم للزيت عشان ما يترطش ويقع عليكم، ولازم الزيت يكون سخن جدا واصل لاعلى درجه حراره عشان تتحمر على طول. طبعا عشان وقت البرنامج انا كنت محمره شويه من قبل البرنامج، هروح اجيبها لكم. هجيب بعد كده بايركس وهفرد فيه الكفته اللي انا حمرتها، وهحط فوقيها حلقات الطماطم والبصل، والطماطم، وهدخلها الفرن على درجه حراره 180. مش هتاخد وقت لان الكفته مستويه، بس احنا هنسوي الخضار هتاخد تقريبا تلت ساعه بالكتير. هحط كمان الثوم اللي انا مقطعه صغير، عودين قرفه كده، وهنزل عليها عصير الطماطم، ممكن كمان قطعه من الطماطم مش هيجرى حاجه، هتدي طعم حلو، وهدخلها الفرن. بس عايزه ازود لها شويه زيت زيتون كمان على وشها اخر حاجه عشان عايزاها تاخد لون حلو. نضف البايركس
هجيب زيت الزيتون، هحط على وشها شويه زيت زيتون، وقلت وهدخلها الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 180، هتاخد تقريبا تلت ساعه، وهفتح بعد كده شويه 5 دقايق كمان احمر وشها.